دلوقتي احنا في ميراج ديكوريتيف لايتنج، انا الفيرست اونر للشركه، وعاملين حاجات جديده في اللايتنج. في حاجات كلها الماتيريال بتاعتها كلها ستانلس، الماتيريال بتاعتها ستانلس ستيل، ما يتغيرش لونها، لونها ثابت وعليها جرانتي لمده 5 سنين. والكريستالات اغلبيتها كلها كريستال عصفور، وفي كريستال كي 9 تشايني، ده يعتبر اعلى حاجه في الكريستال، يوازي تقريبا نفس درجة النقاء بتاع كريستال عصفور. وفي برضو حاجات سيلينج حاجات لاتش لازقة في السقف على طول، برضو الماتيريال بتاعتها ستانلس كريستال عصفور، في حاجات برضو كريستال كي 9، وفي برضو موديلات جديدة مستوردينها تركي، موديلات اوبالين، بيبقى في منها اكتر الالوان المطلوبة دلوقتي اللي هو اللون الشامبين واللون الابيض، وفي الكريستالات بقى الخرز اللي بتمشي مع الذوق المودرن، وفي طبعا دايركت الاندايركت لام دوت بيبقى معروض منه الاباجورات كلها، وفي برضو الكريستالات طعمناها في الفورنيتشر، دي برضو من ضمن الحاجات الجديده، كريستال العصفور، طعم صالون، طعم كوان، طعم انتري، نقدر نعمله كله مطعم بالكريستال العصفور. وطبعا المعرض بتاعنا موجود في مدينه نصر في ابو داوود الظاهري، وفي فرع تاني موجود في مصر الجديده، وعاملين خلال المعرض عاملين 15%، وبعد المعرض من يوم الاثنين لحد يوم السبت بعد المعرض على طول في خصم لمده 7 ايام، الخصم دوت بيوصل ل 20% بالنسبة لكل المعروضات، إذا كانت معروضات كلها لايتنج أو اندايركت لامب أو تيبل لامب أو فورنيتشر، وكل الماتيريال بتاعتنا عليها جرانتي لمدة 5 سنين، ونتمنى تشرفونا وتنورونا في المعرض إن شاء الله في الفترة بتاعة الخصم.